تفضل يا عبد الله. تفضل. أجيك درجة ثالثة. حياك الله يا عبد الله. الله يسلمك. يا مرحبا. كيف الحال؟ كيف الحماس؟ بشرني عنك. بخير الحمد لله. كيف الحماس؟ كاميرتي صح؟ إيه. كيف الحماس أقول لك؟ أبشرك. والله واضح إنه بيض. صح؟ لا أنا متوتر أكثر مني متحمس. وفي توتر؟ لأني وقفت عليها قبل لا نجي عشان على أساس تشوفون توترت. فما بالك في الوقت اللي أنا يعني صراحة حاولت إني أتساعد معك وخليك تطلع قبل الحلقة على الهاوية جرب الشعور. بس ما طحت هذا الفرق. إي طبعًا ما راح نطيحك إلا مرة واحدة عشان ما تعرف شعورها السيء. ضحكة توتر؟ لا والله ضحكة خصمك اللي تسمعها الحين. سلطان هميلي تفضل يا سلطان. ضحكت. وش فيك يا سلطان؟ شعور مخيف والله. انك منور. الله ينور ايامك. حياك الله يا خالد، مسي عليك بالخير. الله يحييك. على مشاهدي ومتابعين قناه المجد، شاشه المجد الغاليه. يا مرحبا. على جميع الجمهور، اخواننا، محبينا، متابعينا، اصدقائنا، بارك لهم بالشهر، تقبل الله طاعتهم. متشرف جدا بتواجد اليوم في هالكيان العظيم حبيبي. وللامانه شعور الهاويه انا ما كنت اتوقعه كذا. احنا قبل البدايه جربنا والله انه الوضع مخيف. والوعد في الهاويه لما تطيح بعد شوي. الوعد للي بيروح الهاويه، انا ما ادري وين في منافس ثاني. شوف احد. دقيقه. شوف. شفته بعيد شوي كذا. طيب سلطان، قبل شوي انا سجلت شيء في التاريخ. انا كتبت انا تكلمت فيه اول ما جيت هنا، اول ظهور لي تلفزيوني رسمي كان مع خالد ابو محفوظ. والله اني انا والله يعني انا المعلومه هذه انا توي اعرفها صراحه. وانا سعيد، وانا قبل شوي قلت يعني اني اكتب في التاريخ حقي، اكتبها في دفتر جبتها من ابو ريالين وكتبت المعلومه هذه. كيف المعلومه هذه؟ كتبت المعلومه. المعلومه ثمينه وغاليه على قلبي، لكن كالتاريخ ما حد بيقراه.